المولى لا ينسى عبدا، يعطيه نعيما يتبدى. فاذكر لله فضائلا، لا تنقض للمولى عهدا. واشكر وقدر نعمته، لا تنسى العفة والحمد. واحفظ للنفس كرامتها، علمها التقوى والزهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام الأحباب، إخواني وأحبابي، إني أحبكم في الله، إني أحبكم في الله حقا، وأرجو بهذا الحب أن يكرمنا الله جل وعلا به في الجنة، لأن ليلتنا هذه ليلة رقيقة مباركة مع نعمة من برنامجنا نعم منسية، مع نعمة عظيمة نحتاج أن نذكر أنفسنا بها بين الفينة والفينة، ألا وهي نعمة الأخوة. الأخوة نعمة قدسية وعطية ربانية وهبة إلهية من الله جل وعلا، تفضل الله جل وعلا بها علينا. الألفة التي نعيشها الآن أو الأخوة بين المسلمين، هذه هبة من الله جل وعلا لا يملكها بشر. أمرنا الله جل وعلا، أمرنا الله جل وعلا، وأعيد للمرة الثالثة، أمرنا الله جل وعلا أن نتذاكرها فيما بيننا. قال الله جل وعلا: واذكروا، ده أمره، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومعي أخي، ومعي أخي، أخي الحبيب دكتور غريب رمضان الذي أزامله وأصاحبه وصادقه وأرافقه في كثير من المواطن، ونسأل الله تعالى أن نترافق إخوانا على سر متقابلين في الجنة. مرحبا بك دكتور غريب. الله يكرمك دكتور غريب. الله يكرمك دكتور غريب. ثاني مرة عبد الرحمن الغريب رمضان شاف رؤية حلوة في المبشرة لي ولك كده في التآخي في الجنة، افتكرتها الآن والله، حببنا في الأخوة عشان أحبك أكثر دكتور غريب. الله المستعان. قال الله عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. يعني الأخوة نعمة من الله تبارك وتعالى، بآية حضرتك قلتها، هذه آية أخرى. الأخوة، تصور الناس المتنافرة المتقاتلة المتحاربة فجأة يبقى الواحد على استعداد يموت دون أخيه، فجأة كده بسبب الدين، الإيمان، الأخوة في الله. الأخوة في الله شرف عظيم جدا جدا. رأينا العجب العجاب، فعلا ده حاجة عجيبة. لما يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فيؤاخي بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، مهاجري وأنصاري، سعد بن الربيع أنصاري، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، يعني واحد مهاجر جاي معوش حاجة، معوش أي حاجة خالص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنتوا إخوات، أنتوا إخوات. إخوات يعني إيه؟ يعني خلاص بقى ده أخوك، أنتوا إخوان. مش مشكلة يعني، يعني أنتوا يعني مع بعض إخوة. إخوة. نعم. فيش أنت أنا متكلم إخوات يعني، إخوات يعني أنا متكلم يعني كلمة عامية يعني. فأنتوا إخوة. خلاص خلينا في الاحتياطي كده. أنتوا إخوة. إخوة دي معناه فهموها إزاي؟ اتصرف إزاي سعد بن الربيع الذي هو أكثر الأنصار مالا؟ قال له: أنا أكثر الأنصار مالا، لك شطر مالي. هو كيف فهم الأخوة؟ هو فهمها كده. فهمها أن أنت أخويا تقسمني كل حاجة. الله أكبر. لك شطر مالي. مش قال له مثلا أن هو إنسان عادي، أكثر الأنصار مالا، يعني واحد عنده 2 مليون أخا بينه وبين أخوه، أنت واحد وأنا واحد مثلا على سبيل المثال. ده بقولك أكثر الأنصار مالا، يعني كانت زماننا يعني مالتي ملياردير، يعني واحد أكثر الناس، فيقاسم أخوه في الثروات دي كلها. سبحانك ربي. الأعجب من ذلك، وده حاجة حد يقدر يعملها دي اللي جاية دي؟ لا حد يقدر يعمل، خد نص، خد مليون ولا مليون. ده الأخطر، الأخطر من كده، الأعظم من كده، يقول له:
ولي زوجتان، انظر أعجبهما إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. ده دول أنصار اللي عندهم غيرة، حاجة مش ممكن. ده دول أنصار اللي كان بيركب زوجته على الدبة ينحرها عشان ما حدش يركب وراها. سبحانك ربي. والله حتى لو ما فيش الغيرة دي يا دكتور عبد الرحمن، لو هو إنسان عادي خالص، إيه ده ذلك؟ إحنا بنتكلم عن إيه بالضبط؟ إلى هذا المستوى ممكن تصل الأخوة؟ تصل الأخوة. هل تعرف لماذا تضطرب؟ لأن الأخوة نعمة من الله. نعمة من الله فعلا. هذه الألفة فعلا دي ربنا لا يملكها مخلوق. ربنا عز وجل أهبطها على قلوبه. الألفة موطن القلب، سبحان الله، والقلب ملك الرب سبحان الله. قال تعالى وهو يجعل هذه النعمة له وحده بيده وفقط. قال تعالى في سورة الأنفال وألف بين قلوبهم، مين؟ الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وألف بين قلوبهم، ثم كلم ربنا جل وعلا نبينا عليه السلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، مش بإيدك يا رسول الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يؤكد الله جل وعلا في آية واحدة مرتين أن نعمة الأخوة والألفة بيد الله وحده، ليحمد المؤمن ربه على هذه النعمة. لما تقف كده في الصف بتصلي، ولا تقف في المسجد وسط إخوانك المسلمين وسط الطيبين والصالحين، تتذاكر تقول والله الحمد لله، شوف ربنا جمعنا ازاي، شوف ربنا قلب بين قلوبنا ازاي. وليس هذا في الدنيا فقط، إذا كانت الأخوة نعمة، إذا كانت الأخوة نعمة أنعم الله جل وعلا بها على المؤمنين الصادقين الصافين في الدنيا، فطالما أنها نعمة لن يحرمها المؤمنون في الجنة. قال الله جل وعلا كما أنها نعمة أعطاها الله جل وعلا المؤمنين في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طالما إنها أخوة نعمة يبقى يديها لأهل الجنة من باب أولى. يعني حتى لو كنت بينك وبين أخيك مشكلة خصومة، في الجنة تبقى صافية. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. على فكرة في ناس ربنا نزع من صدرها الغل في الدنيا. نعم. أتذكر قصة الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؟ فطلع رجل مجهول، يعني الرواية لم تحدد لنا من هو، لا هو أبو بكر ولا عمر ولا عبد الرحمن بن عوف ولا سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ ولا معاذ بن جبل ولا حد من الأكابر المشاهير المعروفين. فطلع رجل تقطر لحيته بماء الوضوء، في مرة ثانية يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع نفس الرجل. مرة ثالثة يطلع نفس الرجل. فأراد عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، صاحب الهمة العالية في العباد، يعني هو عايز مش يعني ده وصل بإيه؟ أكيد في عبادة بيعملها، أنا عايز أعرفها، صاحب الهمة العالية. فذهب فاستضافه الرجل في بيته 3 ليال، فوجد العبادة ضحلة بالنسبة له، لا بيعملش حاجة، راجل نصيبه من الليل قليل، عبوديته عادية جدا، بني آدم عايش بكل بساطة. حتى إذا انقضت 3 ليال مدة الضيافة، خلاص أنا ما قدرتش أوصل للي أنا عايزه. طب أنا عايز أعرف ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فسأل عبد الله بن عمر الرجل فلم يجبه، قال ما فيش حاجة يعني حالي كما ترى. فولى عبد الله بن عمرو، فلما رآه الرجل قد ولى يعني نادى عليه عشان يعني سبحان الله قاعد الأمد كله عشان يوصل يطلع بمعلومة، فصعب عليه كأنه صعب عليه يعني، فأراد أن يوصل له معلومة، فقال له أني كما رأيت غير أني دي مهمة دي بقى. دي مهمة جدا جدا. لا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم. بحب المسلمين إخواني كلهم، كل المسلمين، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم. يعني إذن يرد عبد الله بن عمرو قبل ما حضرتك تاخد المايك يرد ويقول عبد الله بن عمرو، يقول هذه هي التي قد بلغت بك وهي ما لا نطيق. قالها تواضعا، وهي ما لا نطيق تواضعا، إنما إن دل على شيء أيضا يدل على شدة الأمر. يعني إذن دكتور غريب بعد هذا أعظمنا أخوة هو أعظمنا أجرا،
أصدقنا في أخوته هو أعظمنا أجرا. المحبة اللي بيآخي أخاه فعلا لله وفي الله وابتغاء مرضات الله هو أعظمنا أجرا. والله طريب أنا تذكرت الآن حديث تذكرت الآن أخا لي في الله. نعم والله دكتور غريب أنا عرفت أن للدين طعما وللإيمان حلاوة وللأخوة لذة لما أحببته في الله بصدق. سبحان الله. أخي محمد فهم الله يرحمه. الله يرحمه رحمه وسعه. أنا ما أدري أنت شفته ولا لا. طبعا عارف. لكن أنا يعني كنت يعني أحببته في الله صدقا وهو أحبني في الله صدقا وكنت أقول له يا محمد أنا أرجو أو أنا أعتقد أنه سيعجل بخيارنا أفضلنا سيسبقنا إلى الله. سبحان الله. ورأى رؤيا عظيمة مبشرة لي وله أرجو أنها بالأخوة. فأنا ما أقول هذا تزكية إنما أقولها فعلا لتستلذ بنعمة الأخوة في الله سلستلذ بها. والله يا دكتور غريب لو أنت حبيت أخ في الله هتمشي على رجليك مشاوير تقطع النعال وتقسم الظهور وأنت مستلذ بذلك. الرجل الذي خرج من بلدة إلى قرية أخرى ليزور أخا له في الله كما في صحيح مسلم فأدرج الله على أو أنزل الله على مدرجته ملكا. يعني تخيل واحد عامي بسيط ربنا ينزل له ملك مخصوص في صورة بشر عشان يسأله ويبشره. استحضره أنت وأنت ماشي استحضره وأنت ماشي أنا راح أزور أخويا في بلد جنبي وماشي مشوار ربنا ينزل له ملك يسأله هذا الملك بأمر الله جل وعلا أين تريد أنت رايح فين؟ قال أريد أخا لي في الله في الله في الله فعلا في الله. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ أنت بينك وبينه يعني زارك قبل كده مصلحة أدك فلوس جاي تردها له بينك وبينه نقوط ولا حاجة عاوز ترد له؟ قال لا غير أني أحببته في الله بس لله. قال فإني رسول الله إليك رسول من ربنا لعبد واحد فإني رسول الله إليك يخبرك الله جل وعلا أنه أحبك لحبه. سبحان الله. لا ده مش كده ده ربنا أوجب لك الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد من السماء. ربنا يؤمر منادي من السماء وظيفته ينادي يبشرك. نادى منادي من السماء بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لو أنت حبيت أخوك في الله الأخوة في الله نعمة لذة. اللهم ارزقنا هذه يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه المشاعر العظيمة التي وصلت لدرجة أن الله عز وجل يزكيهم في كتابه بين الأنصار والمهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الأنصار يحبون المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الموقف بتاعها دكتور عبد الرحمن قصة الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الرجل فذهب به إلى بيته وهو لا يدري في بيته طعام أم لا. فلما ذهب إلى بيته وأنا أحكي قصة الموقف حتى اختصارا لم يجد إلا قوت الصبية عشى الأولاد فأمرها أن تعللهم وأن تنومهم ثم أحضر الطعام وأمرها أن تطفئ السراج لكي يطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصرفات عجيبة
لا يمكن أبدا لإنسان عادي يعمل كده. ده إنسان قلبه مملوء حب للناس ويعرف الرجل ده مصاحبين قبل كده بينه وبين بعض الصحبية قبل كده، في نسب، في مصاهرة، في زمالة، في جيرة، في عمل، في أي ارتباط، مفيش، ما يعرفوش. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما يذهب الرجل إليه في الصباح يقول له: لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. ونزلت هذه الآية في هو دكتور هيب. نعم، عظيمة جدا والله، تحتاج أن نعاودها لا سيما في هذه الأزمان. نعم، في الأزمان التي قلت فيها نظرة المظلوم وقر وانتشرت فيها الغيبة وقول عن المشايخ وعن الدعاء وعن الإخوة المسلمين وظلم هذا وبغي هذا وقتل هذا، نحتاج إلى أن نعود لإخوتنا. وإلا والله لو لم نعد إلى الأخوة لأصبحت هذه المصاحبات يوم القيامة عداوات. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعلى النقيض: لو أخيت أخاك في الله، كلكم حافظين، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل يظله، ومنهم رجلان يتحبى في الله، تبقى في ظل العرش. لا، ده أنا هقول لك أعلى من ذلك في مسند أحمد، وأختم بهذا من حديث عبد الله بن عباس وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله يوم القيامة جلساء حول العرش. يعني في ناس كده بيجلسوا مخصوصين عند ربنا حوالين عرش. مين دول؟ ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء. مين دول يا رسول؟ مين هم يا رسول؟ صفهم لنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله. وكررها النبي مرتين: المتحابون في الله. كونوا عباد الله إخوانا. الأخوة التي لا تفرق بين الغني والفقير والكبير والضعيف، الأخوة التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كذلك تآخى مع إخوانك ابتغاء مرضات الله، وستجد حلاوة في الدنيا ولذة في الآخرة، وجنة عرضها السماوات والأرض، وظلا للعرش، وجلسة حول العرش مع ربك جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الأخوة ابتغاء مرضاته، وأن يجعلنا إخوانا في الدنيا متحابين، وإخوانا في الآخرة على رسول متقابلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. المولى لا ينسى عبدا، يعطيه نعيما يتبدى، فاذكر لله فضائلا، لا تنقض للمولى عهدا، واشكر وقدر نعمته، لا تنسى العفة والحمد، واحفظ للنفس كرامتها، علمها التقوى.